تذكرون الكونغرس العالمي للإعلام في نسخته الأولى في نوفمبر 2022؟ الإبهار البصري وذكاء التسويق والمحتوى عالي الجودة والاحترافية اللي لمس آلاف الإعلاميين من كل أنحاء العالم؟ أكثر من 1600 إعلامي زارونا في العاصمة أبوظبي، 141 دولة شاركتنا من أوروبا وأستراليا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وكذلك أكثر من 13,000 زائر و1200 خبير ومتخصص و162 متحدث كانوا موجودين على أرض الإمارات. أما أحد المخرجات المهمة فكانت دراسة بحثية ناقشت 8 محاور أساسية، من أهم مواضيعها الاستثمار في الإعلام الرقمي والترفيه وصناعة الأخبار والتعامل مع تحديات التضليل الإعلامي والالتفات إلى جيل زي كشريحة مهمة ضمن الجماهير المستهدفة والمستهلكة للمحتوى، وكذلك استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وغيرها والاهتمام بالمحتوى المحلي. على فكرة هذا الزخم وأكثر في انتظاركم هذه السنة من 14 لين 16 نوفمبر في العاصمة أبوظبي، وهذا الحدث الكبير هو برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، واللي مهتم بشكل شخصي بمجرياته وتطوراته كذلك. أما أنا فتشرفت لأنهم اختاروني أكون ضمن سفراء هذا الحدث الاستثنائي. حياكم في الكونغرس العالمي للإعلام.